تشكل الرياضة جزءا مهما في حياة رجل الأمن، وهو أمر توليه وزارة الداخلية الأهمية المطلوبة من خلال خطط متكاملة لرفع مستوى اللياقة البدنية، والتي يتولى تنفيذها الاتحاد الرياضي للأمن العام. تشكل الرياضة واللياقة البدنية أحد المقومات الرئيسية لدى رجل الأمن، وهو أمر أولته وزارة الداخلية أهمية متميزة من خلال الأنشطة والبرامج التي ينظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام والبطولات المتعددة التي ينظمها ويشارك فيها في كافة الألعاب الجماعية والفردية. رجل الأمن يتمتع بلياقة بدنية عالية، لياقة صحية عالية، أيضا هناك متابعة واستمرار من اللجنة برئاسة سيد سعادة رئيس الأمن العام للارتقاء بهذه اللجنة أو بارتقاء بعمل رجل الأمن خلال رفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لمنسوبي الوزارة. أيضا لا نغفل الدور الكبير حقيقة والجهد اللي يقوم فيه الاتحاد بناء على التوجيهات التي تصدر لنا حقيقة من سيدي معالي وزير الداخلية للارتقاء بالحركة الرياضية وزارة الداخلية من خلال المتابعة المستمرة من قبل حقيقة لنا إحنا، وهذا ما انعكس علينا وعطانا إحنا الدفع القوية للنهوض بالرياضة وأيضا الاستمرار بالجهد الكبير لتحقيق هذه الإنجازات. ولا يغفل على الجميع الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال يعني عناصر الشرطة بوزارة الداخلية من خلال الاتحاد الرياضي للأمن العام ومشاركاته سواء على مستوى الخليجي أو العربي أو الدولي. وأذكر على سبيل المثال وليس الحصر تحقيقنا المركز الرابع في دورة الألعاب الشرطية ببوغوتا بكولومبيا، وهذا كان إنجاز، وخصوصا كان هناك أكثر من 30 دولة مشاركة أن نتحقق المركز الرابع على مستوى العالم، وهذا كان إنجاز كبير وأنا أعتبر هذا الإنجاز الأول. بالإضافة إلى عندنا فرق وزارة الداخلية في مختلف الألعاب التي حققت إنجازات كبيرة سواء على مستوى العالم أو المستوى العربي أو حتى على المستوى الخليجي. أيضا على المستوى المحلي مستوى مملكة البحرين ومشاركتنا من خلال الفعاليات اللي تقيم في مملكتنا الغالية، وزارة الداخلية دائما سباق المشاركة، وهذه يعني مو قريب علينا، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية الذي يعني أحد مبادئ وزارة الداخلية. فالاتحاد الرياضي للأمن العام كان له دور كبير لتحقيق هذا المبدأ من خلال مشاركاتنا وخلال اندماجنا مع المجتمع المدني. وللرياضة نصيب في منظومة الأداء الأمني، حيث تسهم اختبارات اللياقة البدنية التي ينفذها الاتحاد الرياضي للأمن العام في رفع كفاءة رجل الأمن، بما يؤهله لأداء عمله على درجة عالية من الحيوية. فاللياقة البدنية عامل رئيسي في زيادة القدرات والمساهمة في تعزيز الأمن. طبعا احنا اشرافنا كشعبة لياقة بدنية تكون على التنسيق مع الإدارات في كيفية رفع المستوى اللياقة البدنية سواء في خططنا السنوية أو في الخطة الخاصة في الإدارة الثانية من حيث المتابعة والتدقيق عليهم. بالإضافة عندنا اختبارات تنشيطية تقوم فيها الإدارة نفسها بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي. طبعا احنا جميع إجراءاتنا الرياضية يسبقها إجراءات صحية عشان من مبدأ المحافظة على الأمن والسلامة. أما بالنسبة حق الدورات الموجودة عندنا، احنا دوراتنا متخصصة في عدة نواحي كورش عمل وكدورة تدريبية أو عملية. ورش العمل يكون مع اختصاصات أخرى مثل تنسيق مع اللجنة الأولمبية البحرينية، نأخذ من عندهم محاضرين على مستوى البحرين أو المستوى الخارجي، بالإضافة حق المحاضرين اللي عندنا في الوزارة الداخلية. طبعا عندنا موظفين في وزارة الداخلية وفي الاتحاد الرياضي عندهم شهادات رياضية عليا على مستوى أكاديمي. الاتحاد يقدم عدة برامج رفع اللياقة البدنية حق جميع منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وأفراد، وتمارين برامج تخسيس تنزيل وزن، وإعداد مدربين، تأهيل مدربين، وحتى إعداد لاعبين رياضيين لتطوير مستواهم وأدائهم الرياضي. في محاضرات طبعا توعوية حق المدربين لتطوير مستواهم. هدف الاتحاد في هذه البرامج رفع اللياقة البدنية عند منتسب الوزارة اللي يكون قادر على ممارسة عمل اليومي. وقد سجل الاتحاد الرياضي للأمن العام إنجازات متعددة من خلال الفرق الرياضية التي حققت مراكز متقدمة وجوائز رفيعة في كثير من البطولات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يعكس الأهمية الكبرى التي توليها وزارة الداخلية للرياضة ودورها في بناء الفرد والمجتمع.